إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إلى موجتنا موجات شبكة البرنامج العام انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام من مسبيرو. الميكروفون بصحبة الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. إلهي، يا من صام لك الصائمون وقام لك القائمون واستغفرك المتسحرون وأنفق في سبيلك الموسرون وترنم بآياتك القارئون ودعاك وابتهل إليك المبتهلون، يا من بواسع عطائه وفضل نعمائه تبسط الأيدي ويسأله السائلون، أي باب نقصد غير بابك وأنت المقصود، وأي جناب نتوجه إليه غير جنابك وأنت الحق المعبود. ومن ذا الذي يعطي يا ربنا وأنت صاحب الكرم والجود؟ اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم شفع فينا القرآن وشفع فينا الصيام. اللهم شفع فينا شهر رمضان وشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحفظ مصر بلدنا الأمين، وأفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. حفت بنا نفحة الإيمان فارتفعت حرارة الشوق في الوجدان رضوانا. يا باغي الخير، هذا شهر مكرمة أقبل بصدق جزاك الله إحسانا، أقبل بجود ولا تبخل بنافلة، واجعل جبينك بالسجدات عنوانا. أعط الفرائض قدرا لا تضر بها واصدع بخير ورتل فيه قرآنا. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. صدقت يا سيدي يا رسول الله، من نبع هديك تستقى الأنوار وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار، يا خير من صلى، يا خير من صام، يا خير من قاد الحجيج، وخير من يشتار. لو أطلق الكون الفسيح لسانه لسرت إليك بمدحه الأشعار. لو قيل من خير العباد لرددت أصوات من سمعوا: هو المختار. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات فجر الثامن من رمضان نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام من هنا، من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمدينة القاهرة. وها هي أنوار رمضان تتلألأ في سماء الزمان،
وهذه ليلة نورانية جديدة من لياليه الحسان التي تمر سريعا، فبالأمس القريب كنا نستقبله، وها نحن اليوم نوشك على ثلثه الأول. حقا إن أيامه كما وصفها الله عز وجل معدودات، تمضي سريعا وكأنها سويعات. فهل من مستجيب للنداء؟ هل من مقبل على العطاء؟ من صاحب الذكر وتالي الآيات؟ من الذي أطال الدعاء وبالغ في الرجاء؟ فما زالت الرحلة الرمضانية تسير، فانتهزوها قبل فوات الأوان. فيا نسيم رمضان، أثلج صدور المؤمنين، وزين قلوب العابدين، وامح آثار المذنبين، واجعل تيجان السعادة تستقر على قلوب الموحدين، ولا تبق للحزن مكانا في حياة الصائمين الراكعين الساجدين. أيها الإخوة المؤمنون، كما أن الصيام يشفع للإنسان، فإن القرآن كذلك يشفع للإنسان. يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. فهيا بنا نعطر الأجواء ونترع الأرجاء ونعطر الدنيا بأثرها بآيات القرآن الكريم مع قارئنا الكريم القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، بدءا من الآية 13 إلى الآية 26 من سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء من ينيب.
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ فلذلك فدع واستقم كما واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ولا الله من كتاب وقل آمنت بما الله ربنا وربكم لنا بيننا وبينكم الله يجري
الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء الله لا
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر
ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته نطلع الإرشاد اقرأ إنه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة فعلون
ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد صدق الله العظيم الفاتحة هنا ينابيع ضوء غامر أليق هنا السطوع فلا ليل ولا غلس هنا السماوات تبدو قرب طالبها هنا الرحاب فضاء حين يلتمس هنا الطهارة تحيا في أماكنها لا الطيب يبلى ولا الأصداء تندرس وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وكانت من الآية 13 إلى الآية 26 من سورة الشورى وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبير بمدينة القاهرة أيها الإخوة المؤمنون ها هي نفحات رمضان تناديكم كل يوم يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر هيا بنا نلتزم بأحكامه وآدابه ونتذلل بين يدي الله عز وجل نصوم صيام مودع ونصلي صلاة مودع ونركع خاشعين خاضعين ونسجد مخبتين ونقف بين يدي الله عز وجل داعين منيبين اعلموا أن الجنان تتزين في رمضان لمن أعتقهم الله عز وجل من النيران هذه بساتين الجنان تزينت للخاطبين فأين من يرتاد نعم إنها ليال مباركة طيبة نسبح فيها بأرواحنا وعقولنا في بحر من النور والخير والجمال في بحر من عطاء الله ومن هبة الله ومن كرم الله شهر به تهفو النفوس إلى العلا وتطيب فيه مقاصد الطاعات لك يا إله الكون نحجب أنفسا سواقة لبدائع اللذات طوعا لأمرك جاهدين نصدها فاغفر لنا ما فات من زلات ولمن نحب وفي رضاك يحبنا ودعا لنا بالخير والبركات واجعل لنا في باب فضلك فسحة واكتب لقانا في ربى الجنات واجعل لنا شهر الصيام مبرة وسبيل هدي واسع الرحمات فالله أكبر ما أروع فجرك يا رمضان وما أجمل لياليك الحسان ونحن نرفع أكفنا ضارعين إلى السماء حتى مطلع فجر الثامن من رمضان مع مبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي.
لا لطيف بالعباد نور في المعاد لا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مريضنا وتقبل صيامنا وقيامنا واحفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبك وأمنها واحفظ يا ربي جيشها يا أكرم الأكرمين يا من نور الرحمن والإيمان من وصيام قلب وصيام قلب لاذ بالإحسان رمضان رمضان
رمضان يا عطر السماء رمضان يا عطر السماء وجودها رمضان يا فيضا من الرحمن صوموا تصحوا حسن المقام بجنة الرضوان عمل ابن آدم عمل ابن آدم لابن آدم أمره عمل ابن آدم لابن آدم أمره إلا الصيام لخالق الأكوان صوموا تصحوا صوموا تصحوا تنعموا من فضلي حسن المقام بجنة الرضوان عمل ابن آدم لابن آدم أمره عمل ابن آدم لابن آدم إلا الصيام إلا الصيام لخالق الأكوان عمل ابن آدم عمل ابن آدم لابن آدم أمره إلا الصيام لخالق الأكوان إني أقمت الليل.
إني أقمت الليلة يا رب السماء أرجو كريم العفو والغفران يا رب يا فاقبل صومنا وصلاتنا أنت الرحيم وواهب الغفران الصلاة والسلام عليك يا علم الهدى ويا خاتم المرسلين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير
الله. لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء فجر الثامن من رمضان المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي، قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. دعا الداعي فلبينا نداه، تتوق نفوسنا لسنا هداه، فيا عبدا يضيق بكل اسم ويرجو الله تسديدا خطاه، تقدم نحو باب الله تظفر، تقدم نحو باب الله تظفر بترحاب تردده سماه. كريم لا يخيب ظن عبد، تمد إليه في ذل يداه، فكم لله من فضل علينا ويمناه تجود بما قضاه. علينا أيها الإخوة الأحباب أن نستزيد من هذا الشهر الكريم من أربع خصال، اثنتين نرضي بهما ربنا، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن نستغفره، واثنتين لا غنى لنا عنهما، وهما أن نسأل الله تبارك وتعالى الجنة وأن نستعيذ به من النار. فرمضان سيد الشهور وغرة الدهور، الدعاء فيه مجاب، فيه تقتطف الأجور وتتزين الجنان والقصور، هو موسم الخيرات والبركات، في أعماق قلوب المؤمنين سكناه، بعد أن نشر في الكون عبقه وشذاه. لكن أيامه معدودات سريعة المرور، ولياليه كريمة خاطفة العبور. مما يدفع النفس المؤمنة لاغتنام وقته، ويشجعها على مسابقة الزمن، ويقودها لاستثمار فرص العمر، وكلما فترت أو تكاسلت أو وجد المؤمن منها ضعفا وتراجعا، قال لها: يا نفس اصبري قليلا وتجملي، وواصل المسير وتحملي، واقرأي سير الصالحين وتأملي، كيف كانوا في رمضان، كيف كانوا يصومون رمضان، فتشبهي إن لم تكوني مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعنا على الصيام والقيام يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر الثامن من رمضان قارئنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. الآن يقام للصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا
استقيموا يرحمكم الله. استحضروا عظمة الله وصلوا في خشوع وخضوع. تقبل الله مني ومنكم وغفر الله لي ولكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. فاقبل اللهم منا معذرتنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل داء دواء ومن كل مرض شفاء. واجعل لنا مع العسر يسرا. وما ذلك عليك بعزيز يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من خير الصائمين ومن خير القائمين ومن خير المتصدقين ومن خير الذاكرين والمستغفرين. اللهم أعتق رقابنا من النار وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار وأعتق رقاب أزواجنا وأولادنا وإخواننا وأرحامنا وأقاربنا من النار وأعتق رقاب مشايخنا وأصحاب الفضل والحقوق علينا من النار بفضلك يا عزيز يا غفار. وأدخلنا الجنة
برحمتك مع الأبرار. اللهم صب الخير على بلادنا صبا، واجعل اللهم عيشنا رغدا، ولا تجعل عيشنا كدا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وارحمنا وأنت أرحم الراحمين، وأكرمنا وأنت أكرم الأكرمين، وحسن أخلاقنا فأنت الله أحسن الخالقين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. الله أكبر، 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رزاق ارزق من ضاقت بهم الأرزاق، اللهم يا فتاح افتح لعبادك مغاليق السماوات والأرض. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب. كان معنا قارئا للقرآن الكريم وإماما القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أشرف توفيق لبيب عبد الهادي هاني سليمان، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. هذه تحيات زميلي علي مسعود السهيت مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة، ومن مراقبة استوديو البرنامج العام الزميلة عبير صبري والزميل رأفت موسى، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والميكروفون يعود بكم إلى استوديوهاتنا هنا بمسبير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لكم إخوة الإيمان صلاة فجر هذا اليوم الثلاثاء الثامن من رمضان من عام 1442 من الهجرة، العشرين من أبريل من عام 2021 من الميلاد.